احنا مسابقتنا مسابقة الشريف مع الشيف، اتنين فايز كل اسبوع. الفايز الاول اللي بيجاوب معانا على السؤال اللي بنطرحه وبننزله على الشاشة عندنا. السؤال بيقول طقم علياء بيتميز بشكل ايه؟ بيضاوي ولا ثماني ولا مربع؟ لو عرفنا الاجابة بنتصل على 2600 من اي موبايل او 0900 900 من اي تليفون ارضي، ولو ما عرفناش الاجابة يلا بسرعة على ويب سايت الشريف عشان تعرفوا الاجابة وتجاوبوا وتكونوا من الفايزين ان شاء الله. اما الفايز التاني معانا فبيفوز عن طريق انه بيصور السفرة بتاعته وصورة احلى سفرة هتكون معانا من الفايزين. طب نبعت صورة السفرة فين؟ على فيسبوك ميلانين الشريف. ما شاء الله كده طاسة البيت بقت جاهزة معانا، ونجيب لها طبق حلو كده وننزلها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، نسلك الجوانب بتاعتنا بس كده الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل، ما شاء الله ما شاء الله، تحفة جدا جدا. وعلشان نزينها هديلها كده ايه، رشة فلفل مجروش، حلو قوي. نحطها هنا، يلا بينا. طيب يلا بينا نسحب كده فايز من الفايزين. بعد ما حمرنا الكمون والكزبرة ناخد كده رقم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، ده الرقم المرشح للفوز عندنا، آخر ثلاث أرقام منه 100 124، باين معانا في الشاشة أهو، زي الفل. يلا بينا هنحاول نتصل بيه، وآدي الورق وعندنا آخر ثلاث أرقام 672 أو 677. تمام يلا بينا، وقت برضو مغلق، نجيب ورقة تانية. حاضر. طيب عندنا كده 155، ده آخر ثلاث أرقام. يلا بينا ويلا ننزل صورة الفوز بإيه؟ بصورة أحلى سفرة. يلا بينا، إحنا المرشحة منال محمد، منال أستاذة منال محمد. أنا كده الزيت سخن بتاعي وآخره 389، إن شاء الله يرد علينا. ادي الورقة وادي الفول. حلو قوي قوي كده، يلا بينا نشيل الفول. بسم الله الرحمن الرحيم، والدقة بتاعتنا ندي بقى كده على الوش، وطبعا معلقتين من الطحينة كبار نحطهم برضو على وش الفول، بيدونا بقى طعم حلو جدا جدا. عايزة اقول لكم بقى الريحة بجد بجد حلوة قوي، ريحة الدقة دي خطيرة، خاصة بقى ان احنا طحنين كمان الكمون والكزبرة لسه طازة، فالموضوع حلو قوي قوي. طبق فول يجنن، فين الطحينة؟ طيب تمام يلا بينا، رد